اهلا بيكم حبايبي المتابعين، يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم بوصفاتنا، وصفات الحادق بقى والاكلات العاديه بتاعتنا بعد ما خلصنا وصفات رمضان من الكنافه بقى والبسبوسه والحاجات الحلوه دي، وخلصنا كمان وصفات العيد. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه خالص، بنعملها في العزومات، بنعملها في الايام العاديه، حلوه جدا جدا. الفيديو ده ممكن تاخدي منه اكتر من فكره، تقدري تاخدي طريقه الرز وتعمليها، تقدري تاخدي طريقه الكبد والقوانص، يعني تقدري تاخدي اكتر من فكره من نفس الفيديو وتستفادي بيه. النهارده هنعمل الرز بالخلطه بالكبد والقوانص والمكسرات بنفس ان شاء الله طريقه المطاعم والطعم الجميل اللي بنشوفه بره هتعمليه في البيت. ويلا بينا نشوف الطريقه. مع حاجات كتير، مع وجبات كتير، في عزومه، في وجبه كوجبه لوحدها متكامله، حلو جدا، جربيها على طريقة